لا الاستدانة ولا السلف لدول الخليج ولا المشروعات الكبرى ولا كل ده ممكن يحل مشاكل الدولة المصرية إلا بالقضاء على ظاهرة الفساد اللي هي امبارح مثلا بي بي سي بتتكلم على إنه مصر متهرب منها 134 مليار دولار. الحقيقة ده مبلغ ضخم جدا 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 يعني، وده تحقيق عملها مؤسسة أعتقد البي بي سي ما فيش شكوك في إنها عندها مؤامرة ولا منظمة دولية ولا البي بي سي يعني أعتقد جهة إعلامية محايدة ومشهود لها بالكفاءة يعني في تحقيقاتها الصحفية. 134 مليار دولار يعني متهربين برا مصر المفروض إن احنا نرجعهم، ولو رجعناهم ممكن نحل يعني. احنا بنعمل مفاوضات دلوقتي على 3 مليار دولار قرض من البنوك الفرنسية ومليار دولار مش عارف من فين، حاجة كانت 3-4 مليار دولار بينما هناك 134 مليار دولار متهربين. مصر من الدول الغريبة جدا في صناعة تشريعاتها، من المتفق عليه فقها قديما يعني ودوليا ان فكرة صناعة القانون فكرة بتقوم على مدى الاحتياج المجتمعي لمثل هذا القانون، بحيث لا يكون هناك تضارب او تضاد ما بين المنظومة التشريعية فيما بينها. بمعنى بلدي او بسيط، ما يكونش في قانون بيقول حاجة وفي قانون في منطقة تانية في نفس البلد بيقول حاجة تانية. لكن مصر من الدول اللي بتمتاز بهذه الغرة التشريعية الغريبة. النمط اللي بيبان فيه تقسيمة المصروفات في الموازنة بتتقسم إلى بنود اللي هي الأجور، الفوائد، المشتريات الحكومية، الاستثمارات اللي هي في مجال، اوعوا ذهننا يروح كلمة استثمارات دي يعني لا سمح الله المشروعات اللي الحكومة بتعمل استثمارات بالمفهوم اللي ظهر به في الموازنة، معناها اللي بينفق على المرافق يعني اذا كان فيها جباري طرق حاجات من النوع ده، مش انشاء مشروعات، مش انشاء مصانع، مش ده. وبعدين اذا كانت طيب الموارد ده المصروفات الاساسيه، امال الكلام بقى على الانفاق على الصحه وعلى التعليم على الكلام ده، ده بقى بعد ما الموازنه تلاقي وثيقه قد كده اهو متكلمه في البنود. طبعا الدعم، انا اسف، الدعم احد البنود الجوهريه، بتعدي التفاصيل كل البنود دي وبعدين تيجي في الاخر في صفحتين كده وتقول لك التقسيم الوظيفي للموازنه، الانفاق بقى على الصحه على التعليم على الثقافه على حسب قطاعات كده. ربنا حبانا فعلا كنساء بقدره قويه جدا عقلنا، نحن مختلفون ولكن متساوون، في نوع اسمه ذكر وفي نوع اسمه انثى، والانثى تتميز بقدرتها على ان هي تركز في اكتر من شيء في نفس الوقت وتتكلم في التليفون وهي برضو بتسمع المحاضرين وكل حاجة، هي مش مشتتة. ندوة النهاردة بتستعرض، هي أولا كانت عبارة عن احتفالية باليوم العالمي للمرأة 8 مارس. الندوة فيها عدد من الموضوعات المهمة جدا المتعلقة ب يعني احنا كنا مستهدفين فكرة انه يعني تعزيز دور المرأة في مجال مكافحة الفساد او تعزيز دور المرأة في ترسيخ الشفافية والنزاهة، وايضا يعني تناولت الندوه موضوعات مهمه زي مثلا فكره الموازنه العامه للدوله، قانون العمل، يعني مجموع القوانين والتشريعات اللي من شانها هل يعني بتقدم دور خاص للمراه في مجال مكافحه الفساد. وتناولنا قانون الموازنه العامه اللي هو المفروض انه هل الموازنه العامه في مصر هي من نوع الموازنات اللي بيستجيب للنوع الاجتماعي واحتياجاته في كافة المجالات، يعني سواء كان فيما يتعلق بمجال مكافحة التمييز أو مجال الدفع، يعني بوشن دور المرأة في أنها تلعب دور في الحد من ظواهر الفساد وتستخدام النزاهة الشفافية في المجتمع المصري. والندوة أيضا بتتناول آليات العملية اللي من خلالها يمكن للمرأة أنها تدعم بعض التدابير المجتمعية اللي يعني بتنقذ مصر من ظاهرة الفساد، واللي يعني بتدعم قيم النزاهة سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو أي قطاعات أو قوى مجتمعية أخرى.